النهاردة بأحيي الجميع كلكم، كل سنة وانتم طيبين. زمايلي اللي في الميدان وزمايلي اللي في الوزارة وأسد سيتي، الترابيزة الجميلة اللي قاعدة على الشمال دي عليها كلها أساتذة عظام وقامات اتعلمت على ايديهم. النهاردة لما كنت أنا واقفة بقول الكلمة وهم قاعدين سامعيني، فأنا فخر ليا إن هم يكون قاعدين مراقبيني، وانا عارفه كويس قوي ان هم بيساعدوني كتير وشاركوني في اللجنه بتاعه اعداد مشروع قانون العمل الجديد. انا بحييهم ويا ريت تشاركوني التحيه. النهارده قبل ما ابدا حتى تحت شعار الجميل اللي محطوط النهارده علشان الاحتفال باليوم الوطني للسلامه والصحه المهنيه، اسمحوا لي ابدا بنص الدستور المصري الجديد، لان احنا حصل طفره في الدستور المصري لما ياكد على حرصه على سلامه العامل. الدستور المصري نص على في الماده 13: تلتزم الدوله بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنه بين طرفي العمليه الانتاجيه، وتعمل على حمايه العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامه والصحه المهنيه. يبقى انا اتحطيت على اول الطرق اللي المفروض ان انا ما بقتش ثقافه، ما بقتش خلاص هي البيئه كده وبنتعايش معاها، ودي الشيء اللي بيخوف الواحد ان احنا نبدا نتاقلم على ان هي دي بيئه العمل وما فيش حل تاني، وهو دوت اللي احنا شايفينه ومش ممكن نتقدم عن كده. لما الدستور المصري يقول كده يبقى بيدينا مؤشر قوي ان القوانين اللي جايه كلها هتأكد على تأمين العامل، تأمين البيئة اللي بيشتغل فيها، نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على الجميع. الثلاثية هتلتزم بيها حكومة، أصحاب أعمال، عمال. مش ممكن بعد ما نص الدستور النهاردة هلاقي عامل يقول أنا ما بعرفش أشتغل وأنا لابس وسائل الوقاية. مش ممكن نلاقيه. بواصي زمايلي في الميدان، خلاص الوقت اللي فات فات، وكفانا الأضرار والخسائر البشرية اللي حصلت في الفترات اللي فاتت. العامل مسؤوليتنا احنا، لو نزلنا وشفنا بعينينا وشفنا البيئة بتاعته مش سليمة وما فيش رقيب علينا غير ربنا، والعامل ده جرى له حاجة، حضرتك اللي مسؤول متحمل هتقول ايه قصاد ربنا لما عامل يضيع من ايدينا. ما فيش رقيب عليك غير ربنا. لما تنزل تجيب لي في التفتيش بتاعك ان انت كل شيء سليم، كل شيء تمام، وعامل يموت او عامل يصاب او البيئه تكون مش سليمه، حضرتك لوحدك اللي مسؤول قصاد ربنا، لان انا مش هنزل وراك. انا ممكن جدا اعمل لك جشني وانزل لك واعمل لكن ممكن جدا تفلت من ايدينا حاله او حالتين، ما تنتهزش الفرصه دي. هحاول ان شاء الله باذن الله ما تفلتش مننا حاجه، لكن عايز اقول لحضرتك ان انت بقى دلوقتي مسؤوليتك خطيره مرعبه. ارجوك لو ما انتش قدها حضرتك اقعد على جنب وخلينا احنا نشتغل من فضلك. يعني مش 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 حاجه سهله ان تبقى حضرتك اسمك مفتش سلامه وصحه مهنيه. مرعبه مرعبه. تخيل حضرتك نازل تقول هذا العامل بيشتغل في بيئه سليمه ولا لا. تخيل حضرتك بتكتب بايديك شهاده وفاه عامل. حس بمدى مسؤولية حضرتك، لأن حضرتك الأساس في الثلاثية. أنا ممكن وأكمل قوانين وأكمل مشاريع وأكمل اتفاقيات. إحنا مش عايزينها تبقى كلام مرسل، ومش عايزينها تبقى هي دي. إحنا عايزين ننشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ثقافة تصحيح بيئة عمل، إيجاد بيئة عمل لائقة للعامل المصري. خلونا نحترمه عشان هو كمان يحترمنا. ما تخليهوش لما يشوفنا يبقى عارف كويس قوي ان احنا بنخش المنشآت عشان ناكل ونشرب. عايز اغير حتى ثقافته يعرف ان انا جيت انقذه. انا بيجي لي تليفونات وبيجي لي حاجات تشيب. بس انا بنزل، انا ما بقولكوش انا بنزل اروح فين، بس بنزل. انا بنزل بنفسي. فارجوكم اللي مش هيقدر يشتغل معانا زي ما احنا عاوزين وزي ما ربنا بيأمرنا ونتقي الله في صحة هذا العامل،
يتاخر على جنب واحنا هنشوف له شغلانه برده وهندي له مرتبه كل شهر وهنعمل له كل اللي هو عايزه، بس بدل ما يموت لنا في وشه كده كام عامل، احنا مش احنا محتاجين العمال بتوعنا، محتاجينهم جدا، في خبرات نادره، في عماله نادره، في عماله ما تتعوضش، احنا عايزينهم، احنا عايزين نحافظ عليهم. فمن فضلكم اللي مش قد المسؤوليه للمرحله اللي جايه ما يضيعناش معاه ويضيع في وشه حاجه، يتاخر على جنب واحنا هنشتغل، احنا هنعمل كل حاجه يعني، وهنظبط له كل حاجه يعني ما يكترش ذنوبه يعني، يعني يخف ذنوبه شويه يعني، لان فيها معناها انا مهمل باحث مفتش مهمل بتساوي عامل ميت او عامل معاق او عامل مصاب، كارثه كارثه. فارجوكم، انا بتكلم لان احنا واخدين التعليمات دي مشدده، مفيش رحمه، اللي مقصر او اللي مش قادر يشتغل، هي اتقالت لنا كده صراحه، قالت لنا كده يعني معالي رئيس فخامه رئيس الجمهوريه قال كده، اللي مش قادر يشتغل، اللي مش هيشتغل معانا زي ما احنا بنجري يتاخر على جنب وسيبنا احنا نشتغل، سيبنا نعدي. انما ما يقولش ان هو بيعمل كل حاجه وانزل الاقي في وشي اللي عينه راحت واللي صدره باظ واللي ظهره باظ واللي رجله باظت، وبمجرد ما بيعترض على انه هو بيشتغل في بيئه غير صالحه يتفصل، يعني دي كلها تحت سلام الصحه المهنيه. فعايزه احسسكم بس ان مفتش السلامه والصحه المهنيه دي يعني شيء يعني مش سهل، يعني حضرتك اللي بتدي شهاده الوفاه وحضرتك اللي بتدي شهاده الحياه، وان هو يعيش سليم ويعيش معافي او يعيش معاق واهله مش قادرين يصرفوا عليه. يعني خلينا قبل ما نقول النهارده بنرفع شعار السلامه والصحه المهنيه والحد من اضرار المواد الكيميائيه اللي اصبحت ضروره ملحه لاستخدامها، خلينا نرفع كمان شعار ان احنا هنطبق القانون، مفيش حد كبير عن القانون، مش هنخاف واحنا نازلين، مفيش حاجه في الدنيا خالص تساوي ان انت تكون السبب في موت واحد. خلينا احنا اللي كمان نرفع هذا الشعار، احنا مش هنحط شعارات، البلد مليانه شعارات، احنا عايزين احنا اللي سلام وصحه معناها احنا اللي نرفع هذا الشعار، احنا اللي نتولى اهميه، نحس باهميه ذاتنا. لو حضرتك عرفت ان انت مهم قوي عندنا كمفتش السلامه والصحه المهنيه، هتعرف ان الشعار دوت تحصيل حاصل، لانه شيء طبيعي. المواد الكيميائيه دلوقتي بنتكلم عنها، كان من فتره بسيطه كنا بنتكلم مواد كيميائيه، لا دلوقتي بقت المواد الكيميائيه بتقاس تقدم الدول وقيمه الحضاره بتاعت الدوله. في الوقت الحالي اللي احنا فيه كل حاجه المعايير كلها اتغيرت، بقت بتقاس بمدى استخدامها للمواد الكيميائيه وقدرتها على الحد من اضرارها وامكانيه الحد من اضرارها على العامل البشري، موارد الانتاج كلها وعلى راسها العامل البشري اللي هو الانسان. فتخيلوا بان دلوقتي، شوف من كام سنه احنا يمكن اول ما تعيننا كناش بنسمع المواد الكيميائيه دي، يا دوبك كانت حاجات بسيطه دلوقتي، لكن دلوقتي قيمه الدوله وتقدمها بتقاس انت بتستخدم المواد الكيميائيه ازاي، والمعايير بتاعت استخدامك للمواد الكيميائيه بتاعتك ازاي بتستخدمها، وازاي بتحد من اضرارها. تخيلوا، شوفوا بقى هنا، يعني احنا لو كنا سمعنا الكلام ده من 10 15 سنه ما كناش عرفنا نفهمه، انما احنا دلوقتي بنشوف الدول المتقدمه بتعمل ايه. فاحنا دلوقتي عندنا معايير اتغيرت، حتى الهويه بتاعتنا كمفتش السلامه والصحه المهنيه مش بينزل يشوف بس بيئه وواحد اتنين تلاته، لا ده دلوقتي ايوه عارف ان في مواد كيميائيه وهيكشف عن المعايير السليمه لاستخدامها، وبعدين اضرارها على العامل البشري وعلى باقي موارد الانتاج. اتغيرت كل المعايير واتغيرت كل المعالم، اصبح مفتش السلامه والصحه المهنيه اللي بينزل في الميدان عليه عبء كبير. عارفه ان احنا قليلين، وعارفه ان عندنا مشكله قصوى ان احنا قليلين جدا ومش هنقدر نأدي، وعارفه المشكله اللي احنا اما حد من المسؤولين يقول لنا مش عارفه ايه نروح لخمينه ونقول له اصل احنا عندنا قل، عندنا قل، احنا قليلين جدا، فعلا محتاجين تعيينات، فعلا محتاجين مساعده، لكن دي الامكانيات المتاحه اللي عندنا. على الاقل الاماكن اللي احنا بنقدر نغطيها نغطيها صح. على الاقل نبقى عارفين ان المواد الكيميائيه مش بتستخبى مننا، لا ده احنا بنكشف عن ان في مواد كيميائيه وبنعترف بيها. بس احنا عايزين نعرف هي بتستخدم في ايه وايه الاضرار بتاعتها، وازاي المنشاه قدرت تكيف امورها وتحد من اضرارها. بقى دور تاني خالص غير الاعباء اللي احنا بنشوفها. انا عامله كلمه، هم الاولاد عاملين لي كلمه، انا مش من النوع اللي بحب اقرا كلمه، وخاصه ان انا ميدانيه في الاساس
وبنت الوزارة، واتعلمت يعني ايه ميدان، وكنت بنزل في حملات تفتيشية مع زمايلي السلامة والصحة المنية والتفتيش، وكنت بشوف الدنيا ما بتبقى ماشية ازاي. كنا بنقعد في منشأة يوم كامل، يوم كامل بنفتش فيها في جميع الجهات، فعارفة يعني ايه تفتيش، وعارفة يعني ايه ادخل منشأة، وعارفة يعني ايه اتعامل، وعارفة يعني ايه احقق اللي انا عاوزاه باضرار قليلة. وكنت بشوف زمايلي في السلامة والصحة المهنية بيعملوا قد ايه وبيتعبوا قد ايه. يمكن انا كنت بخلص والتفتيش بيخلص، السلامة والصحة المهنية كان ممكن جدا يقعد اضعاف 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 الساعات بتاعتي، وانا اخلص المنشأة وهو يجيها تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم. عشان كده قلت لو انا النهاردة قعدت قريت الكلمة اللي هم كاتبينها لي يمكن انتوا تستغربوني، لان انا الموضوع مش بعيد عني، وانا ميدانية زيكم، عارفة يعني ايه باحث او مفتش مخلص، وعارفة يعني ايه واحد بيعرض نفسه للخطر، وعارفة يعني ايه مفتش بيروح يضيف ويظبط الدنيا والدنيا تظبطه ويجي يقول كل شيء تمام، كل شيء تمام. فعلا يعني التقرير بتاعك ما خرجش الميه، فعلا ما حدش يقدر يطلع عليك عيب، لكن ربنا كبير، هو بس الوحيد اللي شايفك. مش عايزه اعطلكم، اتمنى ان في توصيات، انا قايله شويه توصيات كده نخرج بيها، ويا ريت تساعدوني في ان احنا ناكدها. عايزه اطمنكم ان في لجنه تشريعيه في وزاره القوى العامله بتعمل على تعديل مشروع قانون العمل، الحمد لله النسخة الأخيرة طلعت، شارك فيها العظماء اللي على الترابيزة اللي موجودة فيها، اللي أنا بعتز بوجودهم معايا النهاردة. أنا الحقيقة لقيت لجان كتير جدا في قانون العمل ما كنتش بعرف أحفظهم، لجنة استشارية ولجنة مش عارف إيه ولجنة إيه، وبعدين مجلس وبعدين مجلس وبعدين لجنة وبعدين مجلس، وأنا أجزم إنها لم تفعل إلا مرة أو مرتين، وأجزم إن حتى التوصيات بتاعتها ما حدش يعرفها. عشان كده أنا اقترحت في قانون العمل في اللجنة التشريعية إن يكون في حاجة اسمها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. ده اقتراح هنعرضه ضمن المشروع على الثلاثية. اتمنى ان هم يضيفوا لينا ويقولوا لنا ايه اللي سقط مننا واحنا بنناقشهم. احنا عايزين الهدف العام، مش عايزين حد بيفكر هل هو نازل هينفع يطبق الحاجات دي ولا لا. لا، احنا بنتكلم عن حاجات اعلى بكتير منا، احنا بنتكلم عن وطن وعن سلامه بني ادم وانسان ساب نفسه لينا. فانا عايزه اطمنكم بس ان مشروع قانون العمل الجديد ان شاء الله هيبقى احنا اعلناه. لو ليكم اي ملاحظات، لان انا بشوف على الفيسبوك ملاحظات كتير، اي حد عنده اي ملاحظات من زمايلي او من الثلاثيه او من اي جانب، ارجوكم ما تبخلوش علينا، ابعتوا لمكتبي وباسمي شخصيا، انا بشوفه شخصيا وبقراه وببعته للجنه التشريعيه. كل كلمه بتتقال بهتم بيها، انا مش بقول كلمه كده وخلاص، في زمايل كتير قدموا لنا اقتراحات ولقوها موجوده في القانون، في اقتراحات اما بحثناها لانها استحاله تتنفذ. فانا تحت امركم في اي اقتراحات. انا هقول بس لحضراتكم على شويه توصيات، يا ريت ينتهي المؤتمر بان احنا ناكد عليها. اهميه وضع خطه قوميه للسلامه والصحه المهنيه وتنفيذها ومراجعتها دوريا، تشارك فيها الجهات المعنيه بالتشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال، اقصد طبعا وزاره البيئه والوزارات والجهات المعنيه كلها. تطوير برنامج للسلامه والصحه المهنيه يحدد الاهداف الوطنيه ذات الصله بالسلامه والصحه المهنيه في اطار زمني محدد. التدريب على تنفيذ اداره السلامه والصحه المهنيه بشكل دائم على كافه المستويات من كبار المديرين الى اصغر العاملين، وتحديثه بانتظام لضمان معرفه النظام ومواكبه التغيرات. تطوير نظم تفتيش العمل التي تلعب دورا حاسما في ضمان امتثال برامج نظام اداره السلامه والصحه المهنيه للقوانين واللوائح الوطنيه. واخيرا المشاركه المباشره والتشاور مع اصحاب الاعمال والعمال في هذا الشان، مع تحديد مسؤوليه كل طرف من اصحاب المصلحه، حيث لا يمكن اعتبار نظام السلامه والصحه المهنيه أن يعمل بشكل سليم أو ينفذ بشكل سليم في ظل غياب حوار اجتماعي فعال.